أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي التجاري، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات مادة الرياضة المالية وبرنامج في بيتنا مدرسة. مع حضراتكم جمال عبد الله سليمان، معلم خبير بوزارة التربية والتعليم. إن شاء الله قبل ما نبدأ الحلقة أحب أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العام الدراسي الجديد. إن شاء الله عام موفق وتحققوا فيه كل اللي بتتمنوه. حلقة اليوم حلقة افتتاحية، هنتعرف فيها على بعض الأمور، هنتعرف فيها على مادة الرياضة المالية، هل مقررة على طلاب الصف الثاني التجاري في المدارس التجارية نظام الثلاث سنوات فقط ولا مقررة على الصف الثاني في المدارس الثانوية التجارية نظام الخمس سنوات ولا مقررة على الثلاث والخمس سنوات. هو ده اللي هنعرفه. بعد كده هنعرف الشعب المقررة على طلاب الصف الثاني، ايه هي الشعب المقررة على طلاب الصف الثاني. بعد كده هنعرف هل كل طلاب الشعب بيدرسوا مادة الرياضة المالية. بعد كده هنتعرف على الموضوعات اللي هندرسها مع بعض خلال العام الدراسي 2021-2022. بعد كده هنتعرف على كيفية تقييم الطالب اللي بيدرس مادة الرياضة المالية، يعني ازاي بيتحكم عليك اذا كنت راصد لا قدر الله او ناجح. بعد كده هنتعرف على كيفية التعامل مع سؤال مادة الرياضة المالية، ازاي اتعامل معاه، ازاي افكر فيه، ازاي اجاوبه، ازاي يكون مستواي كويس في مادة الرياضة المالية. بعد كده ان شاء الله هنعرفكم ازاي تتابعونا او تتابعوا حلقاتنا اللي احنا بنقدمها. هنرجع تاني هنقول اني ان شاء الله باذن الله مادة الرياضة المالية هيدرسها طلاب الصف الثاني الثانوي التجاري في المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات. يبقى طالب الصف الثاني التجاري في نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات بيدرسوا رياضة مالية. طيب ايه الشعب اللي هي مقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي التجاري؟ الشعب المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي التجاري عندي اربع شعب. عندي شعبة تسويق، عندي شعبة تأمينات، عندي شعبة إدارة، عندي شعبة قانون. يبقى احنا قلنا كام شعبة يا شباب؟ اربع شعب: شعبة تسويق، شعبة تأمينات، شعبة إدارة، شعبة قانون. يبقى كام شعبة؟ اربع شعب. انا سامع حد من ابنائنا بيسألني بيقول لي طيب الاربع شعب كلهم بيدرسوا رياضة مالية؟ بقول له لا، ثلاث شعب بس هم اللي بيدرسوا مقرر الرياضة المالية، وفي شعبة ما بتدرسي الرياضة المالية بتدرس مادة اسمها إحصاء. طب ايه الشعب اللي هي بتدرس مادة الرياضة المالية؟ الشعب اللي بتدرس مادة الرياضة المالية ثلاث شعب: طلاب شعبة التسويق، طلاب شعبة التأمينات، طلاب شعبة الإدارة، هم دول اللي بيدرسوا مقرر الرياضة المالية. طب شعبة القانون يا مستر؟ شعبة القانون بيدرسوا مادة اسمها مادة الإحصاء. يبقى إذن طلاب شعبة القانون ما بيدرسوش مادة الرياضة المالية. يبقى إحنا دلوقتي أبنائي وبناتي عرفنا أن طلاب الصف الثاني الثانوي التجاري في المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات بيدرسوا رياضة مالية. طب كل الشعب اتفقنا ان هم ثلاث شعب بس هم اللي بيدرسوا مقرر الرياضة المالية، اللي هي شعبة التأمينات وشعبة التسويق وشعبة الإدارة، وقلنا ان شعبة القانون بيدرسوا مادة اسمها الإحصاء. يبقى الشعب المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي التجاري نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات: شعبة التأمينات، شعبة التسويق، شعبة الإدارة، شعبة القانون. الشعب التي يدرسها التي يدرس طلابها مقرر الرياضة المالية طبعا طلاب شعبة التأمينات هم اللي بيدرسوا رياضة مالية، وطلاب شعبة التسويق، وطلاب شعبة الإدارة
لو احنا ملاحظين ان هنا مفيش شعبة الايه القانون. دلوقتي ابنائي وبناتي هنعرف مع بعض ايه الموضوعات اللي احنا هندرسها مع بعض خلال العام الدراسي 2021-2022. الكتاب بتاعي عبارة عن 7 ابواب. الباب الاول بيتكلم عن الفائدة البسيطة والجملة. الباب الثاني بيتكلم عن الدفعات المتساوية بفائدة بسيطة. الباب الثالث بيتكلم عن الفوائد الدورية. بعد ما بندرس ال3 ابواب بيتعمل لنا اختبار الفصل الدراسي الاول. بعد اختبار الفصل الدراسي الاول بناخد اجازة نصف العام، بنرجع الفصل الدراسي الثاني، بنبدأ في الوحدة في الباب الرابع. الباب الرابع ده هو بيتكلم عن حاجة اسمها خصم الديون بفائدة بسيطة. بيتكلم عن ايه يا شباب؟ بيتكلم عن خصم الديون بفائدة بسيطة. الباب الخامس بيتكلم عن حاجة اسمها استبدال الديون بفائدة بسيطة. طب الباب السادس، الباب السادس بيتكلم عن حاجة اسمها استهلاك القروض او سداد القروض بفائدة بسيطة، وان شاء الله هنعرف ايه هي طرق استهلاك الايه القروض. اخر باب معانا اللي هو الباب السابع اللي هو شراء وبيع العملات الاجنبية. هنقول تاني عشان انا شايف احد ابنائنا لسه داخل البيت وبيفتح التلفزيون وما سمعش اللي احنا قلناه. قلنا ان مادة الرياضة المالية مقررة على طلاب الصف الثاني في المدارس الثانوية التجارية، نظام ال3 سنوات ونظام ال5 سنوات. وقلنا ان في الصف الثاني في كل المدارس موجود 4 شعب. في عندي شعبة تأمينات وشعبة تسويق وشعبة إدارة وشعبة قانون. واتفقنا مع بعض ان اللي بيدرس مادة الرياضة المالية طلاب 3 شعب فقط، اللي هم طلاب شعبة التأمينات وطلاب شعبة التسويق وطلاب شعبة الإدارة، لكن طلاب شعبة القانون بيدرسوا مادة اسمها الإحصاء. وآخر حاجة قلناها، قلنا ان عندي الكتاب المدرسي عبارة عن 7 ابواب. الباب الاول بيتكلم عن الدفعات اللي بيتكلم عن الفايدة البسيطة والجملة. الباب الثاني بيتكلم عن الدفعات بفايدة بسيطة. الثالث بيتكلم عن الفوائد الدورية. الرابع بيتكلم عن خصم الديون بفائدة بسيطة. الخامس بيتكلم عن استبدال الديون. السادس بيتكلم عن استهلاك او سداد القروض بفائدة بسيطة. السابع والاخير بيتكلم عن شراء وبيع العملات الاجنبية. تعالوا نشوف. يبقى الباب الاول بيتكلم عن ايه يا شباب؟ بيتكلم عن الفائدة البسيطة والجملة. الباب الثاني بيتكلم عن الدفعات المتساوية بفايدة بسيطة. الباب الثالث بيتكلم عن الفوائد الدورية. وقلنا الفصل الدراسي الاول طبعا هندرس فيه 3 ابواب فقط. وبعد ما نخلص ال3 ابواب هندخل هيعملولنا اختبار الفصل الدراسي الاول. بعديه بناخد اجازة نصف العام، بنرجع الفصل الدراسي الثاني، نبدأ في الباب الرابع وهو خصم الديون بفائدة بسيطة. بعديه هناخد الباب الخامس وهو استبدال الديون بفائدة بسيطة. بعديه هناخد الباب السادس اللي هو سداد القروض بفائدة بسيطة. الباب السابع والاخير اللي هو شراء وبيع العملات الاجنبية. ان شاء الله هناخد باب باب وناخد فكرة بسيطة او فكرة مختصرة عن موضوع كل باب عشان يبقى عندنا خلفية. هنروح على الباب الاول. الباب الاول بيتكلم عن الفايدة البسيطة والجملة. ابنائي وبناتي، يعني ايه فايدة بسيطة؟ الفايدة البسيطة هي العائد على المبلغ المستثمر او المقترض لمدة معينة بمعدل فائدة بسيطة معينة. بمعنى احد الاشخاص عنده مبلغ من المال موجود في البيت، ممكن يتصرف، ممكن يتعرض للسرقة،
بلاش ده وبلاش ده، طب ليه ما نستفدش من المبلغ الموجود في البيت؟ نقدر نروح ناخد البنك نحط، ناخد المبلغ نحطه في البنك. طبعا البنك بياخد المبلغ بيستثمره وفي مقابل ذلك بيديني عليه فايدة. يبقى هنا الفائدة هي العائد على المبلغ المستثمر. يبقى أنا بدي البنك فلوس باخد منه عائد أو باخد منه فايدة. واحد يسألني يقول لي طيب يا مستر هو احنا على طول الفايدة دي بناخدها؟ أقول له لا مش بكل الأحوال. يعني شخص بيبني بيت، بيجوز أحد أبنائه، أو لأي سبب آخر محتاج فلوس، بيروح على البنك بياخد من البنك قرض، في مقابل ذلك بيدفع فائدة أو عائد للبنك على المبلغ المقترض. يبقى في الحالة دي احنا دفعنا فايدة ما خدناهاش. يبقى امتى يا جماعة باخد فايدة؟ لما احط مبلغ في البنك. امتى بدفع الفايدة؟ لما اخد قرض من البنك. فأي الأحوال سواء كان مبلغ مستثمر أو مبلغ مقترض، الموظف اللي في البنك بيحسب لي الفايدة على أي أساس؟ الموظف اللي في البنك بيحسب لي الفايدة على أساس ثلاث عناصر أو ثلاث عوامل. كم عنصر يا شباب؟ ثلاث عناصر أو ثلاث عوامل. الموظف اللي في البنك بيشوف لي أودعت مبلغ كام، يعني بيشوف المبلغ، بيشوف المبلغ ده هيتم إيداعه لمدة قد إيه، هيتم إيداعه لمدة عدد من السنوات ولا عدد من الشهور ولا عدد من الأيام. الحاجة التالتة، العنصر التالت أو العامل التالت، بيشوف معدل الفائدة اللي البنك بيستخدمه في حساب الفائدة، سواء كان مبلغ معدل على الإيداع أو معدل على الاقتراض، ودايما بيكون معدل الإقراض بتاع البنك بيكون أعلى من معدل الإيه؟ الإيداع. يبقى الموظف اللي في البنك بيشوف كام حاجة يا جماعة؟ بيشوف ثلاث حاجات، بيشوف المبلغ، بيشوف المعدل، بيشوف المدة. أما بيضرب الثلاث حاجات في بعض، ناتج ضرب الثلاث حاجات في بعض بيديني الفايدة اللي أنا عايز أحسبها. إن شاء الله بإذن الله لما نيجي ندرس الفايدة البسيطة هنتعلم إزاي نحسب الفائدة البسيطة والجملة في حالة المدة بالسنوات، لأن وارد إن شخص يحط فلوس في البنك لعدد من السنوات، وهنتعلم إزاي نحسب الفايدة والجملة في حالة المدة بالشهور، لأن وارد إن الشخص يحط المدة في المبلغ في البنك لمدة بالشهور، وهنتعلم ازاي نحسب الفايدة والجملة في حالة المدة بالأيام، لأن وارد الشخص ان الشخص يحط الفلوس في البنك لعدد من الايه من الأيام. ان شاء الله بإذن الله بعد ما نتعلم ازاي نحسب الفايدة والجملة في حالة السنوات وفي حالة الشهور وفي حالة الأيام، هنروح ندرس موضوع بسيط اسمه حساب الزمن. ويعني ايه حساب الزمن؟ يعني حساب المدة بين تاريخين. ايه هما التاريخين اللي ممكن، التواريخ اللي ممكن نتعرض لها في موضوع الفايدة البسيطة؟ ان واحد اودع مبلغ في بنك بتاريخ معين وسحبه بتاريخ معين، وهنا هحسب مدة الايداع اللي هي المدة المحصورة بين تاريخ الايداع وتاريخ السحب. طب ايه المدة التانية اللي ممكن احسبها او التواريخ اللي ممكن اتعرض لها؟ اللي هو تاريخ الاقتراض وتاريخ السداد. يعني شخص بياخد قرض في تاريخ معين وبيسدده في تاريخ معين، يبقى انا عندي في تاريخ اقتراض وفي تاريخ سداد، هحسب المده المحصوره بينهم، والمده المحصوره بينهم بتكون اسمها مده القرض او مده الايه الاقتراض. يبقى احنا عرفنا يعني ايه فايده بسيطه، وقلنا الفايده البسيطه هي العائد على المبلغ المستثمر او المبلغ المقترض لمدة معينة وبمعدل فائدة معين. بعد كده قلنا إن شاء الله هنتعلم إزاي نحسب الفايدة البسيطة والجملة في حالة المدة بالسنوات وفي حالة المدة بالشهور وفي حالة المدة بالأيام، وبعديها هنتعلم إزاي نحسب المدة بين تاريخين. بعد كده هنتعلم نحسب أي عامل من عوامل الفايدة، وإحنا لسه من دقايق بنقول إن أنا عندي عوامل الفايدة ثلاث عوامل، اللي هو المبلغ والمعدل والمدة. هنتعلم ازاي نحسب المبلغ، وهنتعلم ازاي نحسب المعدل، وهنتعلم ازاي نحسب المدة.
يعني هناخد مسائل مطلوب فيها إيجاد المبلغ، وقد يكون إيجاد المبلغ بمعلومية الفايدة أو إيجاد المبلغ بمعلومية الجملة. بعد كده هنتعلم إزاي نحسب المعدل، يعني هناخد مسائل مطلوب فيها بيقول لي احسب المعدل أو معدل الفائدة السنوي. بعد كده هناخد مسائل مطلوب فيها إيجاد المدة، سواء كانت مدة بالسنوات أو مدة بالشهور أو مدة بالإيه بالأيام. تعالوا نشوف كده. يبقى إذن الباب الأول سوف نتعرف في هذا الباب على تعريف الفايدة، وقلنا الفايدة هي عائد رأس المال المستثمر أو المقترض لمدة معينة بمعدل فائدة معين. بعد كده هنتعلم إزاي نحسب الفايدة البسيطة والجملة إذا كانت المدة بالسنوات، إذا كانت المدة بالشهور، إذا كانت المدة بالأيام، وقلنا بعديها هنحسب المدة بين تاريخين. بعد كده هنتعلم إزاي نحسب عوامل الفايدة البسيطة، وقلنا عوامل الفايدة البسيطة اللي هو المبلغ والمعدل والمدة. هنروح على الباب الثاني. الباب الثاني قلنا بيتكلم عن موضوع اسمه الدفعات المتساوية بفائدة بسيطة. أبنائي وبناتي، يعني إيه دفعات متساوية بفائدة بسيطة؟ الدفعات المتساوية بفائدة بسيطة هي مبالغ متساوية تدفع على فترات زمنية منتظمة في البنك. تاني، يعني إيه دفعات متساوية؟ الدفعات المتساوية هي مبالغ متساوية تدفع على فترات زمنية منتظمة لدى البنك. بمعنى شخص بيتقاضى الراتب بتاعه، بيصرف على بيته، بيتبقى معاه في آخر الشهر حوالي 500 جنيه، فيقول ليه ما استفدتش من ال 500 جنيه دول؟ بيروح على البنك بيقول للموظف انا كل شهر هجيب لك 500 جنيه. من صيغة الكلام هو قال للموظف ان انا كل شهر هجيب لك 500 جنيه. يبقى يا شباب في الشهر الاولاني هيدفع كام؟ انا سمع ابن من ابنائنا بيقول لي 500، في الشهر الثاني 500، في الثالث 500، وهكذا. يبقى احنا بنكرر نفس المبلغ، يبقى هنا المبالغ متساوية. بنقول هي مبالغ متساوية تدفع على فترات زمنية منتظمة. من الصيغة بتاع الكلام بنقول ان هيدي للراجل كل شهر 500 جنيه، كل شهر. يبقى معناه ان ال 500 جنيه هتدفع كل قد ايه يا شباب؟ هتدفع كل شهر. يبقى هنا المبالغ متساوية والفترات الزمنية منتظمة. لو اختل اي شرط من الشرطين ما تبقاش دي دفعات متساوية. بمعنى ايه؟ لو انا الشهر الاولاني اديت للموظف اللي في البنك 500، الشهر التاني 700، الشهر التالت 1000، الشهر اللي بعديه 300، يبقى دي ما تبقاش اسمها دفعات متساوية. طب لو انا بدفع 500 جنيه كل فترة زمنية معينة، يعني نفس المبلغ بدفعه، ولكن ال 500 الأولانية بعد شهر، ال 500 الثانية بعد شهرين، ال 500 الثالثة بعد 4 شهور، يبقى دي ما اسمهاش دفعات متساوية، لأن هنا لا تدفع على فترات زمنية منتظمة. يبقى عشان أقول إن الدفعات دي دفعات متساوية لابد يتوافر شرطين، إن تكون المبالغ متساوية وتدفع على فترات زمنية منتظمة. إن شاء الله بإذن الله وإحنا بندرس موضوع الدفعات المتساوية هنعرف إن في عندنا نوعين من الدفعات. في دفعات اسمها دفعات فورية، في بعض الأحيان بيقولوا عليها دفعات استثمار. النوع الثاني اسمها دفعات عادية، وفي بعض الأحيان بيقولوا عليها دفعات سداد. يبقى كم نوع يا شباب من الدفعات؟ برافو عليك، انا سامع ابن من ابنائنا بيقول لي نوعين، في عندي دفعات فوريه ودفعات عاديه. الفوريه بنسميها استثمار والعاديه بنسميها سداد. وان شاء الله اما نيجي ندرس الموضوع ده هنعرف ازاي نعرف الدفعه اذا كانت فوريه او استثمار او عاديه او سداد. ان شاء الله باذن الله واحنا بندرس موضوع الدفعات المتساويه هنعرف او هنتعلم ازاي نحسب مجموع مبالغ الدفعات. ايه هي مجموع مبالغ الدفعات؟
هفترض ان انا اتفقت مع الموظف اللي في البنك وقلت له هجيب لك 500 جنيه كل شهر لمدة 10 شهور، يبقى اجمالي المبالغ اللي انا اودعتها في البنك كام؟ انا كل مرة بروح بديله 500، رحت 10 مرات، يبقى 500 في 10 بكام؟ ب 5000 جنيه. ال 5000 جنيه دي بسميها مجموع مبالغ الدفعات. طب مبالغ الدفعات اللي انا بحطها في البنك دي، هو انا مش هستفيد من وراها حاجة؟ لا، البنك بيحسب لك فوائد بنسميها فوائد الدفعات او مجموع فوائد الدفعات. يبقى هنتعلم نحسب مجموع مبالغ الدفعات، وهنتعلم نحسب مجموع فوائد الدفعات، وناتج جمع المبلغين مع بعض بنقول عليه جملة الدفعات او رصيد الشخص في نهاية الايه المدة. يبقى احنا عرفنا عن ايه دفعات، قلنا عندنا نوعين من الدفعات، في دفعات فورية ودفعات عادية، وقلنا ان شاء الله هنتعلم ازاي نحسب مجموع مبالغ الدفعات ومجموع الفوائد وجملة الايه الدفعات. بعديها ان شاء الله هنتعلم ازاي نحسب اي عامل من عوامل الدفعات، هنتعلم ازاي نحسب مبلغ الدفعة سواء كانت الدفعة دي فورية ولا دفعة عادية، وهنحسب مبلغ الدفعة بمعلومية مجموع الفوائد أو جملة الدفعات. بعد كده هنتعلم ازاي نحسب معدل الفائدة سواء كانت الدفعة فورية أو دفعة عادية، وبمعلومية مجموع الفوائد أو بمعلومية جملة الدفعات. آخر جزئية هندرسها مع بعض في الدفعات المتساوية، هندرس حاجة اسمها العلاقة بين دفعات الاستثمار ودفعات السداد، وهنتعلم ازاي نحسب اي عامل من عوامل الدفعات بمعلومية الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية. يعني هنتعلم ازاي نحسب مبلغ الدفعة، وهنتعلم ازاي نحسب معدل الفائدة، وهنتعلم ازاي نحسب المدة بمعلومية الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية. تعالوا كده نشوف مع بعض. يبقى احنا قلنا الباب الثاني الدفعات المتساوية بفايدة بسيطة، سوف نتعرف في هذا الباب على تعريف الدفعات المتساوية. هي مبالغ متساوية تدفع على فترات زمنية منتظمة، وقلنا دول شرطين، لازم تكون المبالغ متساوية، والمبالغ المتساوية دي تدفع على فترات زمنية منتظمة. قلنا عندنا نوعين من الدفعات، عندي في دفعات اسمها دفعات فورية ودفعات اسمها دفعات عادية، وقلنا في بعض الأحيان الدفعات الفورية بنسميها دفعات استثمار، والدفعات العادية بنسميها دفعات سداد. اتفقنا مع بعض ان احنا ان شاء الله هنتعلم ازاي نحسب مجموع مبالغ الدفعات ومجموع فوائد الدفعات، اللي ناتج جمعهم مع بعض بيديني حاجة اسمها جملة الايه الدفعات. بعدها قلنا هنتعلم ازاي نحسب عوامل الدفعات سواء كان الدفعات دي دفعات فورية او دفعات عادية، هنتعلم ازاي نحسب الدفعة بمعلومية مجموع الفوائد او بمعلومية جملة الدفعات. بعدها هنتعلم ازاي نحسب معدل الفائدة سواء كان بمعلومية مجموع الفوائد او بمعلومية جملة الدفعات. وقلنا ان اخر جزئية في درس الدفعات المتساوية اللي هو العلاقة بين دفعات بين جملة الدفعات الفورية وجملة الدفعات العادية، وقلنا ان شاء الله هنتعلم ازاي نحسب مبلغ الدفعة معدل الفايدة المدة بمعلومية الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية او جملة الاستثمار وجملة الايه السداد. طيب هنروح على الباب الثالث ابنائي وبناتي. الباب الثالث ان شاء الله بيتكلم عن حاجة اسمها الفوائد الدورية، وعايزين نفهم مش نحفظ، عايزين نفهم يعني ايه فوائد دورية. انا باخد قرض من شخص بدفع على القرض ده فوائد، يبقى انا مطلوب مني حاجتين اتنين اسددهم للشخص اللي اداني القرض. مطلوب مني ان انا اسدد القرض، ومطلوب مني ان انا اسدد فايدة القرض. بسدد القرض في نهاية المدة. هنا في الدرس بتاعنا اللي هو موضوع الفوائد الدورية، ازاي بسدد فايدة القرض؟ بقسم فايدة القرض بتاعي على اجزاء صغيرة متساوية، يعني شوية فوائد صغيرة كده قد بعضيها،
بحيث مجموع الفوائد دي مع بعضها بيديني فايدة القرض المطلوب مني ان انا سدده للشخص. يبقى انا مطلوب مني كام حاجة يا جماعة؟ مطلوب مني حاجتين اتنين، مطلوب مني القرض ومطلوب مني فايدته. هنا بسدد الفايدة ازاي؟ ما بسددهاش مرة واحدة، بقسم فايدة القرض على فوائد متساوية، بسدد كل فايدة او بسدد الفوائد دي على فترات برضو دورية او فترات زمنية منتظمة. عشان كده ما بنقول على ايه؟ على فترات دورية، عشان كده سموها فوائد ايه؟ دورية. يبقى الفوائد الدورية، الفايدة الدورية ده هي يا جماعة هي جزء من فايدة القرض. لما جمع الفوائد مع بعضيها لازم في النهاية تساوي فائدة القرض للمدة كلها. طيب ايه اللي ان شاء الله بإذن الله هنتعلمه مع بعض في الدرس بتاع الفوائد الدورية؟ هنتعلم مع بعض ازاي نحسب الفايدة الدورية، ازاي الفايدة الدورية بتتحسب. ان شاء الله هندرس مع بعض ازاي نحسب عدد الفوائد الدورية، ازاي الفوائد الدورية بتتحسب اللي هي عددها. بعد كده هنتعلم مع بعض ازاي نحسب مجموع الفوائد الدورية. بعديها هنتعلم ازاي نحسب فائدة القرض اللي هي لازم تساوي في النهاية مجموع الفوائد الايه؟ الدورية. تعالوا نشوف كده مع بعضنا الفوائد الدورية. سوف نتعرف في هذا الباب على تعريف الفوائد الدورية. بنقول ان في الفوائد الدورية حيث تدفع فائدة القرض على شكل فوائد دورية اخر كل شهر او شهرين، يعني على فترات دورية، بدلا من دفع فائدة القرض مع اصل القرض في نهاية المدة. يعني بدل ما بدفع القرض والفايدة بتاعته في نهاية المدة، بدفع بس في نهاية المدة اصل القرض، ولكن فايدة القرض بقسمها الى فوائد دورية. الفايدة تدفع اخر كل شهر او اخر كل شهرين على حسب الاتفاق مع الايه؟ حسب الاتفاق بين المدين والايه؟ والدائن. قلنا ان شاء الله هنتعلم في الموضوع ده ازاي نحسب الفايدة الدورية. بعديها هنتعلم ازاي نحسب عدد الفوائد الدورية. بعديها هنتعلم ازاي نحسب مجموع الفوائد الدورية. واتفقنا يا شباب مع بعض ان مجموع الفوائد الدورية دي في النهاية لازم تساوي ايه؟ لازم تساوي فايدة القرض للمدة ايه؟ كلها. يبقى ده كان موضوع الايه؟ الفوائد الدورية، اللي هو الباب الايه؟ التالت. ان شاء الله يا شباب باذن الله بعد ما بنخلص الباب التالت بيتعمل لنا اختبار الفصل الدراسي الاول. واختبار الفصل الدراسي الاول ده المعلم يا اما بيكون عامله من 40 درجة، يا اما بيكون عامله من 20 درجة، يا اما بيعمل مثلا 4 اسئلة كل سؤال عليه 10 درجات، يبقى 4 × 10 = 40. وبعد كده بيقسم على 2 عشان يطلع لك متوسط الاختبار من 20 درجة، لان طبعا اختبار الفصل الدراسي بيكون من 20 درجة. او يجيب لك الاختبار من 5 اسئلة كل سؤال عليه 8 درجات، لما نضرب 5 × 8 برضو هيديني 40 درجة، هنقسمهم على 2 يديني 20 درجة، اللي هي درجة اختبار الفصل الدراسي الاول. بعدين ناخد اجازة نصف العام نستمتع باجازتنا، وبعد كده نرجع الفصل الدراسي التاني نبدأ ندرس الباب الرابع اللي هو موضوعه خصم الديون بفائدة بسيطة. يعني ايه يا شباب خصم الديون بفائدة بسيطة؟ معنى ان انا بخصم دين معناه ان انا بطلب من المدين سداد الدين قبل موعد استحقاقه. ايه الكلام ده؟ نقوله تاني. خصم الديون او خصم الدين معناه ان انا بطلب من المدين ان يسدد الدين قبل موعد استحقاقه. بمعنى، فسر يا مستر عشان الكلام ده جديد علينا شوية. من عينيا. حاضر. عندي شخص انا ليه عنده فلوس، الفلوس دي المفروض ان هو هيسددها بعد 6 شهور. طيب انا كتاجر حصل عندي ظرف طارئ ومحتاج فلوس ضروري، طب يا ترى انا هروح استلف من الناس وانا ليا فلوس عند ناس تانية؟ لا، بعمل ايه؟ بروح للشخص اللي انا ليا عنده فلوس. هو الفلوس لسه معادها امتى يا شباب؟ معادها بعد 6 شهور.
يعني المفروض ان انا ما طلبوش الا بعد 6 شهور اقول له هات فلوسي. طيب انا اقدر اروح اقول له من فضلك انا محتاج الفلوس دي في الوقت الحالي، نركز في الكلمة دي شوية، في الوقت الايه يا شباب؟ في الوقت الحالي انا محتاج فلوس ضروري، من فضلك سدد لي الفلوس اللي عليه. في مقابل ذلك يا جماعة ان هو هيسدد الدين قبل ميعاده، بعمل له حاجة اسمها خصم، يعني بخصم له جزء من الفلوس. بخصم له ايه يا جماعة؟ بخصم له جزء من الفلوس، والجزء الباقي اللي هيسدده لي في الوقت الحالي بسميه القيمة الحالية، بسميه القيمة الايه؟ الحالية. يبقى القيمة لو اتسددت بعد 6 شهور بنقول عليها القيمة الاسمية او القيمة المستقبلية اللي هي بتتسدد في ميعادها. طب لو انا طلبت ان هو يسدد لي الفلوس دي قبل ميعادها، القيمة بسميها القيمة الحالية. انا سامع طالب ذكي جدا بيقول لي طب الفرق بين القيمتين اسمهم ايه؟ الفرق بين القيمتين يا شباب بقول عليه الخصم التجاري، بقول عليه الخصم الايه؟ التجاري. يبقى ايه معنى خصم الديون؟ معنى خصم الديون ان انا بسدد الدين، خصم الدين معناه ان انا بسدد الدين قبل موعد الايه؟ استحقاقه. وفي مقابل ذلك بعمل خصم للراجل المدين، وباخد منه الباقي بعد الخصم اللي انا بسميه القيمة الايه يا جماعة؟ القيمة الحالية. ان شاء الله في درس خصم الديون هنتعلم ازاي نحسب الخصم التجاري، والخصم التجاري ده هو بيتحسب على اساس 3 عوامل او 3 عناصر. العامل الاولاني بقول عليه القيمة الاسمية اللي هي القيمة المستقبلية، العامل التاني اللي هو معدل الخصم، العامل الثالث اللي هي مدة الايه؟ الخصم. ناتج ضرب ال3 حاجات في بعضيهم بقى ايه؟ بيطلع لي الخصم التجاري. يبقى ان شاء الله باذن الله هنتعلم ازاي نحسب الخصم التجاري، هنتعلم ازاي نحسب القيمة الحالية، بعد كده هنتعلم ازاي نحسب عوامل الخصم. احنا قلنا عوامل الخصم 3. هنتعلم ازاي نحسب القيمة الاسمية، يعني هناخد مسائل مطلوب فيها بيقول لي اوجد القيمة الاسمية، هناخد مسائل مطلوب فيها بيقول لي اوجد مدة الخصم، هناخد مسائل مطلوب فيها بيقول لي احسب معدل الايه؟ الخصم. وهم دول ال3 عوامل اللي احنا اتفقنا عليهم. يبقى هناخد مسائل مطلوب فيها ايجاد قيمة اسمية، مسائل مطلوب فيها ايجاد مدة الخصم، مسائل مطلوب فيها معدل الايه؟ الخصم. في موضوع تاني برضو خاص بخصم الديون اللي هو اسمه خصم الأوراق التجارية لدى البنك. ايه هي الأوراق التجارية يا جماعة؟ الأوراق التجارية دي هي عبارة عن الكمبيالات والسندات الإذنية. يعني ايه بخصم كمبيالة لدى البنك؟ انا معايا كمبيالة، واحد من واخد مني فلوس او عليه ليا فلوس بطاعة او الى اخره، المهم ان انا ليا عنده فلوس، فأنا واخد عليه كمبيالة بالفلوس دي. الكمبيالة دي ليها ميعاد بتدفع فيه اللي احنا برضو بنقول عليه تاريخ الاستحقاق. ما اقدرش اطالبه بالكمبيالة دي الا لما يجي تاريخ استحقاقها. طيب انا حصل معايا ظرف او محتاج ادفع ثمن بضاعة او محتاج فلوس لأي غرض كان، يا ترى معايا كمبيالة في جيبي، الكمبيالة دي بفلوس واروح الدين من الناس او اخد قروض من الناس؟ واحد بيقول لي انت تقدر تتصرف في الكمبيالة. تمام، بنتصرف في الكمبيالة ازاي يا جماعة؟ بنروح على البنك، بدخل على البنك بقول له من فضلك انا عايز اخصم الكمبيالة او عايز اقطع الكمبيالة. عايز ايه يا شباب؟ عايز اخصم الكمبيالة او عايز اقطع الكمبيالة. طبعا لما بخصم الكمبيالة او اقطع الكمبيالة في البنك، البنك بيديلي قيمتها بس مش نفس القيمة طبعا، وهنعرف دلوقتي. بياخد الكمبيالة، الموظف بيشيلها عنده في الدرج، لما يجي ميعادها وهو مش انا هو اللي بيبدأ يطالب المدين بالقيمة بتاعة الكمبيالة، القيمة الكاملة. واحد يقول لي طب البنك هيستفيد ايه من ورا الموضوع ده؟ البنك هيستفيد مني يا جماعة ان هو بيخصم مني 3 اشياء. بيخصم مني ايه؟ بيخصم مني 3 اشياء. ايه هما ال3 اشياء دول؟
بيخصم مني حاجة اسمها الخصم التجاري، بيخصم مني حاجة اسمها العمولة، بيخصم مني حاجة اسمها مصاريف التحصيل. يبقى بيخصم كام حاجة؟ بيخصم ثلاث حاجات، بيخصم خصم تجاري، بيخصم حاجة اسمها العمولة، بيخصم حاجة اسمها مصاريف التحصيل. التلات مبالغ دول يا جماعة والتلات حاجات دول لما نجمعهم مع بعض بيديني مبلغ، المبلغ ده هو اسمه الأجيو. المبلغ ده اسمه ايه؟ اسمه الأجيو، وهو ده إجمالي المبالغ اللي هي بتتخصم من قيمة الكمبيالة، القيمة اللي مكتوب عليها اللي احنا قلنا اسمها القيمة الإسمية. طب بعد ما يخصم مجموع التلات حاجات دول من القيمة بتاع الكمبيالة، المبلغ اللي أنا باخده واروح بيه شركتي أو اروح بيه بيتي، المبلغ ده اسمه صافي القطع. صافي الإيه يا جماعة؟ صافي القطع. يبقى صافي القطع ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ناتج طرح الأجيو من القيمة الإسمية للإيه؟ للكمبيال. يبقى إحنا موضوع خصم الديون، إحنا قلنا الباب الرابع في شقين، الشق الأولاني اللي هو خصم الديون، وقلنا خصم الدين معناه إن أنا بطلب من المدين إن هو يسدد الدين قبل موعد استحقاقه، وفي مقابل ذلك بعمل له الخصم، يعني باخد أقل من القيمة اللي مكتوبة على القيمة اللي على الراجل، والقيمة اللي أنا باخدها اسمها القيمة الحالية، والقيمة الحالية بتساوي القيمة الإسمية ناقص الخصم التجاري. الشق الثاني من الباب اللي هو خصم الأوراق التجارية، إن أنا بطلب من البنك إن هو يخصم الورقة، يعني بيحتفظ بالورقة عنده لحد ما يجي تاريخ استحقاقها، وهو اللي يبدأ يطالب الايه الدائن بقيمة الكمبيالة، وفي مقابل ذلك بيخصم حاجة اسمها الأجيو. والأجيو عبارة عن ثلاث حاجات اللي هو الخصم التجاري والعمولة ومصاريف الايه ومصاريف التحصيل. تعالوا نشوف كده مع بعضنا الباب الرابع اللي هو موضوعه خصم الديون بفائدة بسيطة. سوف نتعرف في هذا الباب على تعريف الخصم. هو المبلغ الذي يخصم من قيمة الدين الأصلي في حالة سداده قبل تاريخ ايه؟ قبل تاريخ استحقاقه. هنتعلم مع بعض في الدرس ده ازاي نحسب الخصم، وقلنا الخصم بيتحسب بناء على ثلاث حاجات اللي هم عوامل الخصم اللي هو القيمة الإسمية والمدة، مدة الخصم ومعدل إيجاد القيمة الحالية، إيجاد عوامل الخصم، خصم الأوراق التجارية الإيه الأجيو، صافي القطع. بعد كده هنروح على الباب الخامس. الباب الخامس يا شباب اللي هو استبدال الديون بفائدة بسيطة. معنى أبنائي وبناتي الطلبة يعني إيه استبدال الديون بفائدة بسيطة؟ الدائن ليه عند المدين عدة ديون، بيتفق مع المدين إن هو يستبدل الديون القديمة بديون جديدة، وطبعا الراجل المدين بيبقى معاه جزء من الفلوس فبيدفعها، يبقى المبلغ ده هو بسميه المبلغ المدفوع نقدا. وان شاء الله في موضوع استبدال الديون هنتعلم ازاي نحسب المبلغ المدفوع نقدا، وهنتعلم ازاي نحسب القيمة الاسمية للايه للدين الجديد. هنروح على يبقى سوف نتعرف في هذا الباب على استبدال الديون. وقلنا استبدال الديون اتفاق بين المدين والدائن على استبدال الديون القديمة بديون جديدة مع دفع مبلغ نقدي في بعض الأحيان. طبعا هنتعلم في الباب ده ازاي نحسب القيمة الاسمية للدين ونحسب المبلغ المدفوع ايه نقدا. هنروح على الباب السادس. الباب السادس ابنائي وبناتي بيتكلم عن حاجة اسمها استهلاك القروض او سداد القروض. عندي طريقتين لسداد القروض، عندي طريقة اسمها الاستهلاكات المتساوية وطريقة اسمها الاقساط المتساوية. طريقة الاستهلاكات المتساوية معناها يا جماعة ان انا بسدد القرض بتاعي والفوائد بتاعته على استهلاكات متساوية، يعني القرض بقسمه على مبالغ متساوية، كل مبلغ بسميه استهلاك، وطبعا الاستهلاك ده بيتسدد على فترات برضو دورية او فترات زمنية منتظمة مع سداد فوائد على الرصيد المتبقي من على كل فترة. يبقى الطريقة دي اسمها ايه يا جماعة؟ اسمها طريقة الاستهلاكات المتساوية. وفي الدرس ده هيطلب مني يقول لي احسب الاستهلاك المتساوي، احسب عدد الاستهلاكات، احسب الفائدة
واحسب الايه القسط وصور جدول الاستهلاك. الطريقة التانية اللي هي الاقساط المتساوية. في الاقساط المتساوية انا بسدد ايه يا جماعة؟ بسدد اقساط متساوية، والقسط ده هو عبارة عن استهلاك برضو وعبارة عن فايدة على الرصيد الايه المتبقي، وهنا بيطلب مني بيقول لي احسب القسط الايه المتساوي. يبقى الباب السادس عبارة عن ايه؟ عبارة عن سداد القروض بفائدة بسيطة. عندي سوف نتعرف في هذا الباب على طرق سداد القروض، طريقة الاستهلاكات المتساوية حيث يدفع أجزاء متساوية من القرض في نهاية كل فترة دورية بالإضافة إلى فائدة الرصيد المتبقي من القرض. هيطلب مني يقول لي احسب الاستهلاك المتساوي وصور جدول الاستهلاك. الطريقة الثانية قلنا طريقة الأقساط المتساوية، حيث يسدد المدين قسط متساوي، والقسط المتساوي عبارة عن جزء من القرض وفائدة على الرصيد الايه المتبقي. طبعا هيكون مطلوب مني في الدرس الأقساط المتساوية دايما بيقول لي احسب الايه القسط الايه المتساوي. هنروح على الباب السابع والأخير. الباب السابع أبنائي وبناتي بيتكلم عن شراء وبيع العملات الأجنبية. يعني ايه شراء وبيع العملات الأجنبية؟ لما أكون مسافر للخارج للدراسة، للتدريب، للعلاج، للسياحة، أو هكون أشتري بضاعة من الخارج فبكون محتاج عملة أجنبية. طب العملة الأجنبية دي يا شباب بجيبها منين؟ بروح على أقرب بنك تجاري، بدخل على قسم اسمه قسم الكامبيو. قسم الكامبيو ده مسؤول عن شراء وبيع العملات الإيه الأجنبية. بقول له أنا عايز أشتري مثلا عدد كذا دولار، عايز عدد كذا ريال سعودي أو دينار كويتي، أي كان العملة اللي أنا عايز أشتريها. بنتعلم إن شاء الله في الباب ده إزاي نحسب العملة المحلية اللي هي العملة المصرية، إزاي نحسب العملة الأجنبية، بنتعلم إزاي نحسب سعر الصرف. وطبعا أول ما بندخل البنك بنلاقي فيه قائمة أسعار متعلقة، قائمة أسعار إلكترونية. قائمة الأسعار دي بتكون عبارة عن إيه؟ تعالوا نشوف كده. بيكون جدول، أول خانة فيه اللي هي العملة، تاني خانة اللي هي البنكنوت، تالت خانة اللي هي التحويلات، العملة اللي هي أنواع العملات، العملات الأجنبية، خانة البنكنوت وفيها شراء وبيع، لأن وارد أن أنا أشتري عملة وارد أن أنا أبيع عملة، وكذلك خانة التحويلات. وإن شاء الله وقتها نعرف إمتى بنتعامل مع خانة البنكنوت، وإمتى بنتعامل مع خانة التحويلات، وإمتى بتعامل مع أسعار الشراء، وإمتى بتعامل مع أسعار البيع سواء كان بنكنوت أو تحويلات. وإن شاء الله أبنائي وبناتي برضو هنتعرف إزاي نتعامل مع موضوع الشيك السياحي، وهنعرف إزاي نتعامل مع موضوع الشيك الإيه المصرفي. وكده خلصنا السبع أبواب اللي احنا بنقول عليهم. إن شاء الله دلوقتي هنعرف مع بعض إزاي بيتم تقييم حضرتك في مادة الرياضة المالية، يعني إزاي بيتحكم عليك إذا كنت ناجح أو كنت راسب. حضرتك ليك 10 درجات أعمال سنة، وهنشوف دلوقتي إزاي بنحسب أعمال السنة، وليك اختبار فصل دراسي أول عليه 20 درجة، وليك اختبار فصل دراسي تاني عليه 20 درجة. يبقى كده المجموع كام يا شباب؟ برافو عليك، أنا سامع ابن من أبنائنا بيقول لي 50 درجة. يبقى المادة بتاعتنا من كام؟ من 50. 10 درجات أعمال سنة، 20 درجة اختبار فصل دراسي أول، 20 درجة اختبار فصل دراسي تاني. ازاي بتتحسب العشر درجات اللي هي اعمال السنة؟ طبعا السنة يا جماعة بتتقسم، السنة العام الدراسي بنقسمه لاربع فترات، كل فترة ليك عليها درجات في حاجات معينة هنشوفها دلوقتي مع بعض. الفترة الواحدة عليها 100 درجة، الاربع فترات ب 400 درجة، بنقسمها على 40 بيديني العشر درجات اللي هي بتوع اعمال السنة اللي احنا اتفقنا عليها. تعالوا نشوف كده مع بعض. يبقى احنا قلنا عندي اعمال سنة 10 درجات، اختبار الفصل الدراسي الاول 20 درجة، اختبار الفصل الدراسي الثاني 20 درجة. احتساب اعمال السنة احنا قلنا بص ظهر عندي اربع فترات، الفترة الواحدة من 100 درجة. ال 100 درجة دي عبارة عن ايه يا شباب؟ ال 100 درجة دي عبارة عن في عندي شفهي، الاسئلة الشفهية اللي حضرتك بتجاوب عليها او ما بتجاوبش، الشفوي ده عليه 15 درجة، الكشكول بتاعك عليه 15 درجة، السلوك 10 درجات، الانضباط 10 درجات، بيتعمل لك اختبار الفترة عليه 50 درجة، لما نجمع 15 و15 و10 و10 و50 هيطلع المجموع 100 درجة.
طبعا الموضوع ده بيتعمل 4 مرات. لما نجمع 100 و100 و100 هيديني المجموع 400 درجة، هنقسمهم على 40 عشان يطلع معايا أعمال السنة من كام؟ من 10 درجات. يبقى لما نجمع 10 درجات وال20 وال20 هيديني 50 درجة بتوع المادة بتاعتي. وطبعا المفروض ان انا ما اقلش عن نص الدرجة اللي هي كام؟ 25 درجة. بعد كده يا شباب ازاي نتعامل مع مسألة الرياضة المالية؟ الرياضة المالية دي زيها زي اي رياضة. المفروض يا شباب، ونركز في الكلام اللي جاي قوي، دي مسألة بنقرأ المسألة مرة واثنين وثلاثة. ليه بنقرأها مرة واثنين وثلاثة؟ عشان اعرف الارقام اللي موجودة في السؤال دي هي ايه، يعني ايه المعطيات بتاع السؤال، وبعد كده ابدأ اروح اشوف ايه المطلوب مني. يبقى انا عرفت ايه المعطيات وعرفت ايه المطلوب. بعد ما عرفت الكلام ده يا جماعة ببدأ الخص المسألة بتاعتي. يعني عندي بيقول لي اودع شخص مبلغ 1000 جنيه، عرفت ان 1000 دي مبلغ الرمز بتاعه الف، يبقى الف بألف لمدة 20 شهر. شين عندي اللي هي رمز الشهور 20، يبقى المدة 20 شهر. بمعدل، المعدل عندي رمزه عين ب12%. يبقى التلات حاجات اللي ليهم ارقام دول هي المعطيات. بيقول لي احسب الفايدة البسيطة، الفايدة رمزها فيه، حطيت تحتها شرط او علامة استفهام، يبقى اذا مطلوب مني الفه اللي هي الفايدة. يبقى انا قريت المسألة مرة واثنين، حددت المعطيات والمطلوب، لخصت المسألة. بعد كده بحدد القانون اللي انا هحل بيه المسألة. ادي القانون بتاعي اللي انا هحسب بيه الفايدة في حالة المدة بالشهور. كتبت القانون، بدأت اعوض في القانون. يعني ايه اعوض في القانون؟ بشيل الرمز اركنه على جنب واحط الرقم بتاعه في نفس المكان. شلت الالف حطيت قيمتها، العين حطيت قيمتها، الشين حطيت قيمتها. بعد كده ابدأ امسك الالة الحاسبة بتاعتي واحسب، اضرب الكلام ده في بعضه عشان اطلع الناتج. ونصيحة مني ليكو ابنائي وبناتي، لما نمسك الالة ونحسب حاول تحسب اكتر من مرة. يعني اعمل اكتر من مرة، اكتر من محاولة. ربما اكون كتبت رقم غلط، نقلت رقم غلط، صباعي على جه على رقم غلط. لما انا اعمل العملية الحسابية مرتين اتنين والاقي نفس الناتج يبقى انا صح. لو انا عملت العملية مرتين اتنين ولقيت فيه اختلاف في النواتج يبقى في حاجة غلط، يبقى لازم مرة تالتة فيصل. يبقى اذا بقرأ المسألة مرة واتنين، بلخص المسألة، بكتب القانون بتاعي، بعوض في القانون، بستخدم الآلة الحاسبة لاستخراج الناتج. نصيحة مني ليكم يا شباب، وان شاء الله لو اتبعنا الكلام ده ان شاء الله بإذن الله هنكون من المتفوقين في الرياضة المالية، وهنحصل على الدرجات الكاملة بإذن الله. لما تكون بتحل مسألة حلها 3 مرات، اتدرب على حل المسألة 3 مرات. لما تتدرب عليها 3 مرات هتلاقي نفسك أتقنتها تماما. لو مشينا على كده الدرس بدرسه والسؤال بسؤاله، لما نخلص المنهج بتاعنا هتلاقي نفسك متمكن جدا في المادة، وان شاء الله ربنا هيوفقك. يبقى ان شاء الله بإذن الله يا جماعة لازم نحل المسألة الواحدة نتدرب عليها 3 مرات. طبعا نصيحة ليكوا يا شباب، قطاع التعليم الفني بيبذل مجهود كبير في ان يوصلكم للنجاح وللتفوق. يشرفني ان انتوا تتابعونا باستمرار، تتابعوا حلقاتنا على قناة مصر التعليمية، او بتتابعونا على منتديات قطاع التعليم الفني، او بتكتب على جوجل فني ايديوكيشن بالانجليزي زي ما هنشوف دلوقتي. لو تابعتنا وسمعت كلامنا وعملت اللي احنا بنقول عليه، انا واثق تماما باذن الله سبحانه وتعالى ان انت هتكون من المتفوقين، ومش هتاخد دبلوم وخلاص، لا، ان شاء الله هتستكمل تعليمك في الجامعة باذن الله. ازاي هتتابعونا؟ بنقول يا اما هتتابعونا على منتديات قطاع التعليم الفني، يا اما على اليوتيوب قناة مصر التعليمية، قناة مصر للتعليم الفني، يا اما على جوجل هتكتب الكلمة اللي مكتوبة اللي هي فني EDUC اختصار كلمة education. ويا شباب النهاردة هندي بقى ملخص سريع كده للي عملناه النهاردة. عرفنا ان مادة الرياضة المالية
مقررة على طلاب الصف الثاني في المدارس التجارية، نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات. وعرفنا ان الصف الثاني مقرر عليه 4 شعب، شعبة تأمينات وشعبة تسويق وشعبة إدارة وشعبة قانون. دي الشعب اللي موجودة على سنة تانية. واتفقنا مع بعض ان اللي بيدرس الرياضة المالية مش الـ4 شعب، لا هم 3 شعب بس، شعبة التأمينات وشعبة التسويق وشعبة إدارة وشعبة القانون. طبعا بتدرس مادة اسمها الإحصاء. بعدها يا جماعة قلنا ان عندنا موضوعات المنهج عبارة عن 7 أبواب. الباب الأول بيتكلم عن الفايدة البسيطة والجملة، الثاني بيتكلم عن الدفعات المتساوية بفايدة بسيطة، الثالث بيتكلم عن الفوائد الدورية، بعد كده بناخد اختبار الفصل الدراسي الأول وأجازة نصف العام، بعد كده بنرجع بندخل على الباب الرابع اللي هو خصم الديون بفائدة بسيطة، بعد كده استبدال الديون، بعد كده اللي هي سداد القروض بفائدة بسيطة. وقلنا سداد القروض عندي في طريقتين، في عندي اللي هي طريقة الاستهلاكات المتساوية وطريقة الأقساط المتساوية. وبعد كده قلنا الباب السابع اللي هو عبارة عن شراء وبيع العملات الأجنبية. وبعد كده اتكلمنا عن ازاي بيتم تقييمنا في مادة الرياضة المالية، وقلنا ان احنا عندنا اعمال السنة 10 درجات، وعندنا اختبار الفصل الدراسي الاول 20 درجة، واختبار الفصل الدراسي الثاني 20 درجة. وقلنا ان ازاي بيتحسب اعمال السنة، قلنا ان عندنا العام الدراسي بيتقسم ل4 فترات، كل فترة بيتم تقييمك فيها من 100 درجة. ال100 درجة دي عبارة عن 15 درجة شفهي، 15 كشكول، 10 سلوك، 10 انضباط، 50 اختبار. بعديها عرفنا ازاي هتتابعونا، وان شاء الله يشرفنا ان تتابعونا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. الحلقة عدت بسرعة، كنت اتمنى اكون معاك وقت اطول، بس حلقة البرنامج ان شاء الله اشوفكم على خير الحلقة القادمة، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.